أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. جيبوتي تحتفل باليوم الوطني والإفريقي للشباب برعاية رئيس الجمهورية. الرئيس قال لي يطلع على التداعيات الأمطار على العاصمة عبر مروحية ويأمر بوضع خطة طوارئ. انتخاب دونالد توكس رئيسا جديدا لليمين الأوروبي. أهلا بكم. رعى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي صباح اليوم الخميس في أروقة قصر الشعب إحياء اليوم الوطني والإفريقي الذي دابت أمانة الدولة للشباب والرياضة على تنظيمه سنويا، وذلك بحضور رئيسة الاتحاد الوطني لسياسة جيبوتي السيدة الأولى السيدة خضراء محمود. حيث المزيد نتابع. فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة صباح اليوم في قصر الشعب مناسبة للاحتفال باليوم الوطني والإفريقي للشباب، وذلك تحت شعار الشباب من أجل خدمة الأمة. وشارك في هذه المناسبة إلى جانب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وسيدة جيبوتي الأولى السيدة خضراء محمود حيد وأعضاء الحكومة، وإضافة إلى العديد من المدعوين والشباب الذين أتوا من العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية. هذا القيمة دحوين هينو وقامي هينو شاقي وكوا مشروع يدير قلي مياني هبالهي. تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة اليوم الخميس في قصر الشعب احتفالا مكرسا لإحياء اليوم الوطني والإفريقي للشباب تحت شعار الشباب من أجل خدمة الأمة، وذلك بحضور السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني نساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد. كما حضر هذه المناسبة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي وشركاء التنمية وممثلين للمجتمع المدني وحشد غفير من الشباب الذين أتوا من العاصمة جيبوتي والأقاليم الداخلية. هذا وتخلل الحفل الذي بدأ بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بإلقاء الأشعار التي تجسد أهمية حب الوطن والمواطنة وتشيد بالتطورات التي شهدتها البلاد. برواقي هرو مكن نمعدنا نها تنهاينو وقامي هينو جيحي مياني هبالهي. هل بولي عافي ماتكا عاي مسكي يوهر قلهي دياريوها كهيري ومضوا أيها كثيري مياني مبالاهين ميان هوبتي لقرن ميان دليرو إلهين. هروب عنا أسدسا هدي هولو وداغو تلدى له فولا هاتشو وشاهاني نمانتا هو يوين كل حدي بلادنا حقوقي ويهليني هاوين كنا برلمانكا هلكوغي ويهياني مياني هبالهين
كما شهدت هذه المناسبة رقصات فولكلورية وفقرات غنائية قدمتها فرق شبابية إلى جانب معرض ضم منتجات فنية ومقتنيات من ابتكارات الشباب الذين أتوا من العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية للمشاركة في هذه المناسبة الخاصة بهم، وللتأكيد على الدور الكبير الذي تتطلع به هذه الشريحة المهمة من المجتمع في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك خدمة الأمة، وأيضا من أجل بناء مستقبل مزدهر للأجيال. وتهدف هذه المناسبة إلى إبراز طاقات الشباب وإمكاناتهم في مختلف المجالات، فضلا عن تسليط الضوء على دورهم الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء بشكل عام وفي جيبوتي بشكل خاص. كما يتم في اليوم الإفريقي للشباب استعراض الظروف الصعبة التي تواجهها هذه الشريحة ومناقشة السبل الكفيلة لمعالجة مشكلاتهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة. وفي كلمة له بهذه المناسبة عرب رئيس الجمهورية عن سعادته لرعاية هذه الفعالية المكرسة للاحتفال باليوم الوطني والإفريقي للشباب. وفي مداخلة لأمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، أشار إلى أن تنمية الشباب الجيبوتي من أولويات سياسة رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد البلاد. تعد المواضيع الشباب من أولوية المواضيع، وهي في قلب محادثات وجميع المناقشات، خاصة في ظل تطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم بأسره، والذي يدرك أن المشاركة الشباب في عملية تنموية وبشكل خاص في جيبوتي أمر ضروري وهام، حيث بدأت هذه العملية التنموية منذ تولي فخامة الرئيس الجمهوري سدة الحكم، والذي أظهر بشكل سريع وصادق مع غربه مع شباب، وبفضل رؤيته التي يتمتع بها الرئيس الجمهورية مكنت الشباب مضي قدما، وذلك لأجل تنمية البلاد. وأكد الرئيس الجمهورية هم أن الشباب حاضر ومستقبل الأمة، ولهم دور هام وكبير في بناء المجتمع قوي وتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصاد وتنمية المستدامة للبلاد. وفي كلمة له الأولى من نوعها من شهر نوفمبر في عام 2017 بمناسبة اليوم الوطني والإفريقي للشباب، لقد تحدث رئيس الجمهورية عن الشباب بدلا من التحدث مع الشباب، ثم قررت مبادرته الخاصة إلى إطلاق الحوار الوطني مع الشباب الجيبوتي، وأن هذا الحوار الذي تم تنظيمه في الأول مرة من شهر فبراير في عام 2018، والتي نظمت دائرتي لأجل مناقشة وحوار مع الشباب. رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أعرب في كلمته عن سروره وامتنانه لمشاركة فعاليات اليوم الوطني والإفريقي للشباب والتي تنظمه أمانة الدولة للشباب والرياضة سنويا. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. À mon tour de passer mon message à la jeunesse de notre pays. Annuel. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction que j'assiste avec vous à cet événement consacré à la jeunesse. إنه لمن دواعي السرور والرضا أن أشارك معكم في هذا الحدث المكرس للشباب، وبشكل أكثر تحديدا لشواغل شبابنا، ولكن لدوره داخل الأمة أيضا. إن الشباب هم قوة وثروة لا يمكن الاستغناء
عنها لمجمل بلدان قارتنا أنهم ليسوا مجرد أي قوة بل قوة المستقبل. وبالنسبة لبلد مثل بلدنا والذي يشق طريقه نحو التنمية والتقدم بحيث يمثل شبابها أكثر من 50% من إجمالي السكان، فإن من الخطأ الاستراتيجي الكبير عدم إدراج هذا المكون في رؤيتنا وفي تخطيطنا لتطوير اقتصادنا وبلدنا. ومن حسن الحظ فإننا واعون ومدركون جيدا هذه المشكلة. لقد قامت الحكومات المتعاقبة بالكثير من العمل في هذا الصدد، واليوم يمكن الملاحظة بشكل جلي أن ظروف شبابنا أفضل من ذي قبل بكثير، من سواء في الولوج إلى التعليم أو الثقافة أو الصحة. كما أن الحكومة حشدت الكثير من الموارد لتلبية تطلعات هذه الشريحة الهامة، ففي نظري فإن التعليم والصحة شرطان لا غنى عنهما لتمكين الشباب من المساهمة في جهود التنمية الوطنية. السيدات والسادة، نعم يجب أن نتحدث عن الشباب، لكن نتحدث أيضا إلى الشباب، إذ يجب أن نعمل على خلق الظروف المواتية للحوار بين الأجيال والاستمرار، حوارا تفاعليا يمهد الطريق للمبادرات التشاركية. فما نقوم به من أجل الشباب سيتم القيام به قبل كل شيء مع الشباب، وهذا النهج الشامل القائم على المساءلة هو ما يمكن أن يغرس في شبابنا الشعور بالانتماء إلى مصير مشترك وهو شعور أمتنا. وهذا النهج القائم على الثقة هو ما سيجعلنا نقتنع في النهاية بأن شبابنا ليسوا هم المشكلة بل هم الحل لمختلف مشكلات أمتنا. إننا نحتاج إلى تصور جديد ونموذج جديد، بحيث يجب أن نعتبر شبابنا موردا لا ينضب ويظل متاحا للبلد. إننا بحاجة إلى هذا المنظور الجديد للانتقال بشبابنا إلى عامل أو عنصر مساعد لأمتنا. وتطرق رئيس الجمهورية في الجزء الثاني من كلمته أهمية الشباب في سبيل التنمية البلاد. ce nouveau regard pour appréhender notre jeunesse comme catalyseur de notre nation. Une société malade de sa jeunesse n'a pas de viabilité, ni à court terme ni à long terme. De même, une nation qui ne peut pas compter sur ses jeunes n'a pas d'horizon. السيدات والسادة، إن أي مجتمع مريض في شبابه سيبقى غير قابل للاستمرار على المدى القصير أو على المدى الطويل. وبالمثل فإن الأمة التي لا تستطيع الاعتماد على شبابها ليس لديها أفق، إذ تتم مراقبتها كما تصبح فريسة يسهل تفكيكها. تواجه كل أمة بما في ذلك دولتنا خطر عولمة تعتمد على التثاقف والنهج الموحد، لكن يمكن تجاوز ذلك بشباب يؤمن أمته. الإجابة هي بلا شك إيجاد فرص التجديد والتطور التي يحملها الشباب. نعم سيداتي وسادتي، إن الشباب يمثل فرصة ضد الجمود والمحافظة على الاجتماعية. نعم الشباب هم أفضل الوكلاء للتغيرات العقلية والممارسات والتي يمكن أن تحول بلدنا نحو التقدم والازدهار وتفتح له آفاقا واعدة. لهذا السبب لا ينبغي الخلط بين الاستقرار والركود. إن أمتنا التي تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي، وبالتالي فإن من الواجب أن نعمل على تجنب الوقوع في فخ الركود، لأن الركود يعني عكس الحركة، إنه غياب التقدم، إنه ببساطة عدم تحقيق أي تقدم. وأفضل ترياق للركود هو شبابنا. إن مسؤوليتنا هي إنشاء إطار يفضي إلى إظهار المواهب والصفات التي تتداخل في شبابنا جميعا وتفجير طاقتهم وإمكاناتهم. يجب أن يكون هذا الإطار بالضرورة متعدد التخصصات، ولكن يجب أن يستجيب لتطلعات الشباب واهتماماتهم، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تنمو بها أمتنا وشبابنا معا. شكرا على اهتمامكم. وفي خطابه باللغة الصومالية تحدث رئيس الجمهورية عن تحديات شبكة التواصل الاجتماعي على المجتمع. نرى سنة بعد سنة أن الوعي شبابنا يتطور ويزدهر، وهو يريدون أن يديروا حياتهم بقدراتهم وكفاءاتهم.
أتهم، وهذا ما يسعدنا، وأن الحب الوطن وتوعية وحب العمل يزداد يوما بعد يوم، وكل واحد من الشباب لا بد أن يعزز مركزه الوظيفي، وأن يكون كل واحد منهم قائدا ومرشدا وصفيرا وسياسيا، وذلك للوصول إلى الأهداف المنشودة بشكل السلام واستقرار. وتطرق الشباب قبل القليل شبتت التواصل الاجتماعي بسلبياته وإيجابياته، ويقدم النفع للبلاد والأمة، ويقوم بنشر الأخبار والعلم، ويؤدي إلى إدماج المجتمع، وبفضله يتم التقاسم الأخبار والمعرفة، وأيضا يحارب العزلة والتفرق، وهو هذا ما يفيد للشعب. لكن لديه سلبيات، أبرزها غسل الدماغ وإثارة الفتن بين الناس والكذب، وهذا سيؤدي إلى تضليل واستعداء بلدهم وجلب المشاكل. وفي هذا السدد يجب علينا مواجهة هذه الظاهرة بإقامة دورات توعوية وتوضيح لهم ما يتمخض من المشاكل تضر البلاد والمجتمع والشباب. وعلى أن الشباب ومسؤولين والعلماء والوجهاء أن يكونوا حذرين من أضرار والمشاكل التي تجلب شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع، ونتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بشقها الإيجابي. وتعد الشبكات التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في المعرفة بسبب تكنولوجية وتطورها، واليوم من الله علينا بنعمة مطر، وسيكون لنا عملا جليلا، وهذا ليس عمل للدولة فقط بل لجميعنا ولجميع المجتمع الجيبوتي. رب العالمين هول بضم بها النسوية السمقالدي ويبحسن تبالي دولتهم معها حوش يديه وكل جينا بقى. أنا هول قلنا ودتك عن بدبادينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعقب كلمته تم تكريم العشرات من الشخصيات الذين ساهموا واستثمروا في مجال الشباب، وتم توزيع جائزة رئيس الدولة لجمعية شبابية بمبلغ 3 مليون فرنك جيبوتي، و2 مليونين لجمعية منحدرة من إقليم دخل. هذا ورصد التلفزيون الوطني انطباعات وردود الأفعال للمشاركين في اليوم الوطني والإفريقي للشباب. كان حدثا رائعا يعني صراحة، فأنا لما حتى كنت ألقي الشعر فهناك بيتين يعني ذكرت فيه، قلت فيه: أنا الشباب رصين في مبادئه. والمعروف جدا يعني أن الشباب يعني يقال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فحكومة جيبوتي تشكل أب للشباب، فهي التي تدعم
وتدعمهم على النجاح وتدعمهم على أي نوع من أنواع الأنشطة والتي تم قيامها من قبل وزارة الشباب. أقول للشباب يعني فلا مجال للتكاسل والتقاصع، فنحن إن شاء الله فنبني ونبني نبني نبني وطننا ونبني جيبوتي بهممنا وبأعمالنا بنفس الوقت، لأنه لا يكون للكلام معنى بدون فعل. شهدت جيبوتي العاصمة وطاحية بلبلة اليوم الخميس هطول أمطار قزيرة مصحوبة برياح، ونجم عن هذه الأمطار ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة جيبوتي بشكل لافت، الأمر الذي عاق حركة المركبات خصوصا في ساحة محمود حربي وصدى العاصمة، كما شق على العديد من الأطفال العودة إلى منازلهم في بداية الأمر. ولمواجهة هذه الحالة والاطلاع على التداعيات المترتبة على هذه الأمطار القزيرة التي شهدتها العاصمة جيبوتي وطاحية بلبلة صباح اليوم، استقل رئيس الجمهورية طائرة مروحية حلقت في سماء المدينة برفقة رئيس الوزراء الشيخ عبد القادر كامل محمد، وكان ذلك عقب رعايته لفعاليات اليوم الوطني والإفريقي للشباب الذي أقامته أمانة الدولة للشباب والرياضة في القاعة الكبرى بقصر الشعب. بدورهم بدأ عمال الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى باستخدام المطخات لشفط المياه الأمطار الكثيفة سعيا لمنع قرق الشوارع خاصة مع التراكم الأمطار. وبحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية فمن المحتمل أن يستمر الهطول الأمطار على مدينة جيبوتي وبعض المناطق الداخلية على أن تكون متفاوتة من متوسط إلى قزيرة. وعقب الأمطار القزيرة التي شهدتها جيبوتي العاصمة عقد اجتماع طاري في مقر الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية سيد مؤمن أحمد شيخ ووزير الصحة وأمين الدولة المكلف باللامركزية، وجمع هذا الاجتماع أيضا عدد من ضباط رفيع المستوى من القوات المسلحة وخفر السواحل الجيبوتية وعناصر الدرك الوطني وحاكم مدينة جيبوتي و عمدة مدينة جيبوتي أيضا. وكان الهدف من هذا الاجتماع بحث سبل مواجهة آثار السيول والمياه الأمطار التي شهدتها جيبوتي العاصمة وطاحية بلبلة. وتطرق الاجتماع أيضا إلى مشاركة أجهزة الأمن والدفاع المدني في فتح الطرقات وممرات السيول والحرص على سلامة المواطنين ومركباتهم. وفي مداخلة لوزير الداخلية قال الاجتماع شدد الاجتماع على التنسيق المشترك فيما يخص رفع المخلفات والأتربة وشفط المياه من الشوارع وفتح العبارات، وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم المكاتب المختصة بدورها في مواجهة أي آثار محتملة وتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة أطرال الهطول الأمطار، والتأكيد على أهمية التوحيد جهود الجهات المعنية سواء كانت الدفاع المدني أو الشرطة أو القوات المسلحة أو وزارة الدفاع أو عمدية المدينة إلى تعزيز ومساعدة المواطنين. وأن الاجتماع ناقش أيضا الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة موجة الأمطار القزيرة في الأيام المقبلة. هذا ودفعت القوات المسلحة والدرك الوطني والشرطة الوطنية وخفر السواحل والدفاع المدني عشرات من عربات للقوات المسلحة لمساعدة ونقل المواطنين إلى منازلهم عقب اختفاء المواصلات العامة جراء الأمطار التي شهدتها مدينة جيبوتي اليوم الخميس. وتم نشر العربات وعربات القوات المسلحة والشرطة الوطنية وعناصر الدرك الوطني إضافة إلى قوات المسلحة. وكما قام رئيس الجمهورية السيد معروف مجلي بجولة تفقدية حول الأطرار التي لحقت جراء الأمطار القزيرة التي شهدتها البلاد اليوم، وقامت القوات المسلحة بتقديم مساعدات النقل للمواطنين الجيبوتيين ونقلهم وإعادتهم إلى
منازلهم في جيبوتي العاصمة والمناطق وبادية بلبلة. كما قامت عناصر الدرك الوطني من جهتها بتقديم المساعدات للمواطنين الجيبوتيين في كافة أحياء جيبوتي العاصمة. في إطار زيارة عمل قادته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التقى وزير التجهيزات والنقل السيد موسى محمد أحمد يوم أمس أربعاء بوزيرة النقل الإثيوبي، وتركزت المباحثات خلال الاجتماع على أداء نظام النقل بالسكك الحديدية الجيبوتية الإثيوبية وتقييم الإنجازات التي حققتها السكك الحديدية في خدمات الشحن والركاب خلال العامين الماضيين، فضلا عن سلامة النقل على السكك الحديدية والتعريفات وتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل القطارات. وحضر اللقاء سفير جيبوتي في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي السيد محمد إدريس فرح، ونائب مدير شركة السكك الحديدية الجيبوتية الإثيوبية السيد حسن كامل. استقبل وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد عثمان إبراهيم لوبري يوم أمس الأربعاء في مكتبه بالمجمع الوزاري القائد الجديد للقاعدة الإيطالية في جيبوتي العقيد ميشيل شيتي. يرافقه القنصل الفخري لإيطاليا في البلاد السيد جياني روزو، وأشاد الجانبان بالعلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين، وأكد في ذات الوقت على أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل العديد من المجالات الهامة. وفي هذا السدد نوه وزير العمل بأهمية مساهمة القوات الإيطالية في الجهود الهادفة إلى توفير التدريب للشباب الجيبوتيين في المهن والحرف التي تمكنهم من الإنتاج والاعتماد على أنفسهم. من جانبه قدم المسؤول العسكري الإيطالي شكره لوزير العمل على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن القوات الإيطالية المتمركزة في البلاد ستولي اهتماما خاصا للإسهام في التدريب والتأهيل الشباب الجيبوتيين في المرحلة القادمة. في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوي 30 لاتفاقية حقوق الطفل، تضلع عمودية مدينة جيبوتي أن منتزه روما الواقع في طريق شارل ديغول سيكون مقلقا تماما يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة ونصف مساء. احتضن معسكر حمدو للدرك الوطني صباح اليوم الخميس حفلا مكرسا لاختتام دورة تدريبية وتوزيع شهادات تقديرية ورتب عسكرية وميداليات لصالح عناصر الدرك الوطني وضباط الشرطة القطائية. وترأس فعاليات اختتام هذه الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 24 شهرا رئيس هيئة الأركان العامة للدرك الوطني العقيد زكريا حسن آدم، والمدعي العام للجمهورية أو النائب العام السيد جامع سليمان، ورئيسة محكمة الاستئناف السيدة نعمة علي ورسمة، والملحق الأمني لدى السفارة الفرنسية في بلادنا، إضافة إلى ضباط رفيع المستوى من الدرك الوطني. وتندرج هذه الدورة التدريبية لصالح عناصر الدرك الوطني في المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات وكفاءة الدرك الوطني الجيبوتي. وجدير بالذكر أن هذه الدورة استمرت لمدة سنتين في مسعى لتعزيز قدرات وكفاءة عناصر الشرطة القطائية في الدرك الوطني بمختلف التخصصات. شدد النائب العام السيد سليمان في كلمته على الأهمية الملموسة التي تكتسيها الدورات التدريبية للارتقاء بالأداء الشرطة القطائية، وقال إن من دواعي السرور والبهجة أن أشارك اليوم مناسبة تسليم الشهادات التقديرية على العناصر الجدد من الشرطة القطائية والذين أنهوا التدريب بنجاح. إن الدرك الوطني يكرس جزءا مهما من أنشطته اليومية للشرطة القطائية التي تطلع بمهام عديدة من أبرزها التثبيت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، فضلا عن البحث عن مرتكبي وتنفيذ أوامر القضاء
التحقيق أوامر النيابية، وبالتالي فإن الشرطة القضائية تحتل الصدارة في أنشطة الدرك الوطني. لقد امتدت هذه الدورة التدريبية لمدة 6 أشهر بهدف تأهيل العناصر الجديدة من الشرطة القضائية والانتقاء المتميزين منهم. في هذا السدد تمكن من اجتياز هذه الدورة 13 عنصرا من أصل 16، وقد حصلوا على شهاداتهم، وانتهزوا هذه الفرصة ليحث ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء هذه الدورة بتطبيق المهارات على أرض الواقع. رئيس هيئة الأركان العامة للدرك الوطني العقيد زكريا حسن آدم في كلمته أشار ورحب بالمستفيدين من التدريب من عناصر الشرطة القضائية بتطبيق ما تلقوه على أرض الواقع بالمهام المنوضة على أكمل الوجه، وقال إن الدرك الوطني يخصص بالفعل جزءا هاما من الأنشطة التي يقوم بها وبصورة يومية للشرطة القضائية، وهذا يعكس مدى الاهتمام للتصدي للجريمة الجنائية وكذلك جمع الأدلة والكشف عن مرتكبي الجرائم. وكما سبق أن أشار إليه النائب العام للجمهورية، وفي هذا السدد فإن الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الجرائم بمهنية وحرفية لا يستغني عن اكتساب المعرفة اللازمة. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة للمتدربين من الدرك الوطني وكذلك القطاع الذين قاموا باستفادوا من هذه الدورة التدريبية. يحاول حزب الشعب الأوروبي وهو الأكبر في البرلمان الأوروبي أن يستعيد زخمه عبر تعيين دونالد توسك رئيسا له، كونه شخصية معروفة على الساحة الأوروبية ومدافع شرس عن توسيع الاتحاد الأوروبي. وانتخب دونالد توسك البالغ من العمر أكثر من 60 عاما الوحيد، وكان المرشح الوحيد لرئاسة الحزب الذي يضم كل أطراف اليمين الأوروبي، علما بين الانتخابات الأخيرة للبرلمان في مايو أظهرت التراجع للحزبين التقليديين الكبيرين حزب الشعب الأوروبي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لصالح الليبراليين والخطر وحتى اليمين المتطرف. وشارك في مؤتمر الحزب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية ضمن الفي مشارك في المؤتمر الذي سيعقد على مدى اليومين في العاصمة الكرواتية. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.